زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة بيمر 21 سنة على إحياء مكتبة الإسكندرية وذكرى إنشاء هذا الصرح الثقافي العظيم اللي بيضم 17 معرض دائم، 4 قاعات للمعارض الفنية المؤقتة، كمان أكبر مجموعة من الكتب الرقمية، أيضا أرشيف ضخم من الوسائط الإلكترونية والمواد السمعية والبصرية. كمان مكتبة الإسكندرية فيها 12 مركز للبحث الأكاديمي، زي مثلا مركز دراسات إسكندرية وحضارة البحر المتوسط ومركز دراسات الخطوط والمعهد الدولي للدراسات المعلوماتية. تفاصيل أكتر هنتابعها مع حضراتكم في هذه الفقرة. افتتاح المكتبة كان حدثا عظيما، يعني حضروا عدد كبير جدا من رؤساء العالم، وحضر يعني كان افتتاح مهيب جدا، وكان في ابتهاج عالمي كبير بافتتاح المكتبة، ولذلك المكتبة يعني بهذا المعنى أصبحت مؤسسة محترمة في كل أنحاء العالم. إضافات التي تم تحقيقها خلال 20 سنة اللي فاتت دي، تم تنويع الأنشطة، يعني الأنشطة لم تكن أنشطة متكررة بقدر ما كانت في أنشطة ثابتة، زي مثلا معارض الكتب دي أنشطة ثابتة، زي مهرجان الصيف ده نشاط ثابت، زي القراءة والبحث وفي المكتبة ده برضو نشاط ثابت، إنما إحنا دائما بنجدد في المكتبة ونجدد في الأنشطة التي تقدمها المكتبة. إحنا عندنا قطاع المكتبات في 5 إدارات، إحنا هنتكلم على ما يخص الجمهور، هو القاعة الرئيسية ده كل أدوارها، وهي دي أكبر قاعة اطلاع، بتاخد 2000 شخص في نفس الوقت، ودي أكبر قاعة اطلاع في العالم. أنا عندي تصور كده إن المكتبات في العالم في المستقبل هتبقى مختلفة شوية، هيقل فيها الكتب اللي هي المكتوبة المحطوطة على الرف، وهتبقى الكتب معظمها مرقمنة. عشان كده احنا في المكتبة يعني عارفين الحكاية دي وعندنا وعي كبير جدا بيها. يمكن الأرشيفات الرقمية، مكتبة اسكندرية اشتغلت على مجموعات كبيرة جدا من الأرشيفات الرقمية بهدف حفظ التراث وإتاحته لكل الناس اللي في الدنيا كلها. على سبيل المثال احنا اشتغلنا على الأرشيفات الرئاسية الخاصة بالرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس محمد نجيب، الرئيس أنور السادات، ما بين صور لوثائق لفيديوهات لقصص صحفية إعلانات، مواد كتيرة جدا متنوعة مرتبطة مع بعضها، بحيث أن الرابطة ده تسمح لي أن أقدر أبحث فيها وأوصل للمعلومات اللي أنا محتاجها، سواء كنت قارئ عادي أو كنت باحث متخصص. مشروع ترميم سجلات قناة السويس التاريخي ده من أكبر المشاريع اللي أخذته مكتبة الأسكندرية، باتفاق مباشر مع هيئة قناة السويس كان عندهم سجلات ضخمة جدا يصل إلى 1800 سجل إن لم يكن أكتر، يعني 1880 سجل تقريبا يحتوي على تاريخ قناة السويس كله. احنا عندنا متحف آثار فيه الآثار التي وجدت أثناء حفر المكتبة أو أثناء بناء المكتبة، الوثائق الغارقة تحت البحر موجودة، يعني في قطعتين فسيفساء مش موجودين في أي مكان في العالم. طبعا احنا بنهتم بشخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات، طبعا صاحب قرار الحرب والسلام. السيدة قرينته الراحلة جيهان السادات قدمت عرض ان هو كل مقتنيات السادات او بعض المقتنيات من السادات، تشمل بعض الوثائق، بعض الصور، الزي العسكري بتاعه، البدلة اللي تم اغتياله وهو لابسها موجود عندنا في المكتبة. الزائر داخل المكتبة اول ما بيدخل، قبل ما بيشوف المكتبة بنوريه له المكتبة كلها، يعني بشكل مرقمن على الشاشة بره، بنقوله دي المتاحف، ادخل المتحف هتلاقي كذا، دي المتحف السادات اهو موجود اهو، ده المكتبة شكلها كذا. على سبيل المثال احنا كان عندنا احد المشاريع العديدة الخاصة بالحتة ديت اللي هو متحف الآثار الخاص بمكتبة اسكندرية، هو متاح حاليا بشكل واقع افتراضي، انا البس نظارة الواقع الافتراضي واخش جوه المتحف نفسه، بتكون تجربة مميزة لان هي مش مجرد ان انا بتفرج على متحف، لكن بيبقى عندي حاجات ما اقدرش اعملها في الزيارة العادية للمتحف. على سبيل المثال ان انا امسك الاثر في ايدي،
ان انا مثلا اشوف المكتوب على القاعده بتاعته، ان انا ابدا ان انا لو مثلا تابوت افتحه واشوف الموميا نفسها شكل ايه جوه التابوت ده، وارجع فيه تاني اشوف النقش اللي تحت الموميا في الكوفي الناس اللي موجود. احنا مهتمين جدا بفكره دراسه التراث بشكل عام والحقب التاريخيه والمختلفه، والحقيقه سواء الحقبه التاريخيه القبطيه والحقبه التاريخيه للحضاره الاسلاميه هي من الحقب المضيئه جدا والمنيره جدا والغنيه والثريه جدا. واحنا عملنا في العام الماضي مؤتمر كبير جدا جدا اسمه يعني التعايش الثقافي او التعايش الاجتماعي، حضر فيه عدد كبير جدا من رجال الدين، من الدين يعني من رجال الدين سواء من الدين المسيحي او الدين الاسلامي، وحضروا عدد كبير من المثقفين. عشان كده احنا بنعتبر المكتبه احد المنصات التي تنطلق بينها روح التعايش وروح التسامح الى كل انحاء العالم. والمكتبه قانونها اللي انشئت به في عام في 2001 بينص على ان هي مناره فكريه ونص ومناره ثقافيه ومناره علميه، وبينص ايضا على انه هي نافذه مصر على العالم ونافذه العالم على مصر. عشان كده المكتبه لا يمكن النظر اليها ابدا انها مؤسسه مصريه فقط، هي مؤسسه عالميه بحكم تاسيسها وبحكم نشاتها وبحكم قانونها، وهي الدور الذي تلعبه بتؤكد يعني من خلال انشطتها ومن خلال الفعاليات التي تقام فيها بتؤكد هذا الدور العالمي. المكتبه الفرنكوفونيه بدات اصلا في 2008 لما حصلنا على الاهداء من المكتبه الفرنسيه الوطنيه، ده كان 500,000 كتاب، وده طبعا كان اهداء كبير جدا انك انت تحصل عليه. فاحنا بقى عندنا مجموعه كبيره من المصادر الفرنكوفونيه والكتب والخدمات. احنا برضو بما ان احنا دايما بنحاول ان احنا نقرب الخدمات المصادر دي للجمهور بصوره ان هم يستفيدوا بيها. الحقيقه ان قطاع البحث الاكاديمي بيشتغل في دوائر كثيره، يعني احنا عندنا دوائر بتخدم الشان الداخلي والمصري، دوائر عربيه، دوائر افريقيه، دوائر البحر المتوسط، واحدى هذه الدوائر طبعا المهمه هي دائره البحر المتوسط. اولا عشان نتكلم على مسيره المكتبه لابد ان نتذكر المكتبه القديمه اللي كانت موجوده في يعني 3 قرون قبل الميلاد، وكانت يعني مكتبه في مدينه الاسكندريه، وكانت بتضم عدد كبير جدا من المثقفين والادباء والعلماء، وكانت اشبه بجامعه. ويعني ظلت هذه المكتبه موجوده الى ان يعني انتهت بحريق كبير و انتهت المكتبة القديمة. فظهرت في مصر في فترة الثمانينات دعوة كبيرة جدا لإعادة إحياء المكتبة القديمة. اجتمعت الإرادة على أنه يتم الإعلان في عام 1988 عن مسابقة عالمية لإنشاء مكتبة الأسكندرية. خلال 21 سنة دي استطاعت أن هي تؤكد دورها العالمي، تؤكد انها يعني بتتواصل مع الماضي مع المكتبه القديمه، بتعبر عن الثقافه المصريه اللي فيها تعدديه وفيها انفتاح وفيها قبول للاخر. الفكره هي حلم لمحمد علي في سنه 1815 انه ياسس مطبعه كبيره جدا بحيث ان هو يقدر يقوم من خلالها بعمليه طباعه ونقل المعارف العالميه لمصر، لان هو ده المفتاح، مفتاح الطباعه هو ده مفتاح نشر المعرفه. الارض اللي احنا موجود فيها المكتبه دي كانت ملك لجامعه الاسكندريه في الماضي، ولذلك احنا محتاجين ان احنا او يعني دائما بنعمل علاقات ممتازه جدا مع كل الجامعات وعلى راسها جامعه الاسكندريه. والمكتبه على فكره فيها دعم للعلم، لان احنا عندنا قسم من المكتبه يعني قطاع كبير في المكتبه اسمه القطاع الاكاديمي. يعني هذا القطاع فيه يعني مراكز بحثيه، حوالي 7 مراكز، مركز الدراسات القبطيه، مركز الدراسات الاسلاميه، مركز الدراسات الهيلينستيه، يعني مراكز متعدده، وهذه بجانب مراكز اخرى في قطاع التواصل الثقافي وفي قطاع الكمبيوتر والحاسبات. وقطاع التواصل الثقافي هو من أبرز القطاعات اللي موجودة في مكتبة الأسكندرية،
واللي بتخدم الهدف الأساسي من مكتبة الأسكندرية هو نشر وإتاحة المعرفة. مكتبة الأسكندرية بتضم 4 متاحف متخصصة: متحف للآثار، متحف للمخطوطات، متحف لتاريخ العلوم، متحف للزعيم الراحل محمد أنور السادات. قطاع التواصل الثقافي أيضا بيضم مشروع ناجح جدا، وهو مشروع سفارات المعرفة، بمعنى أن مكتبة الأسكندرية موقعها جغرافي في مكتبة الأسكندرية. كيف نصل إلى الجمهور؟ كيف نتواصل معه وبالأخص الطلبة؟ فقامت مكتبة الأسكندرية بإنشاء فرع لمكتبة الأسكندرية في جميع المحافظات في الكليات، ودي يمكن وصلنا دلوقتي يمكن أكتر من 24 فرع لمكتبة الأسكندرية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. طبعا المكتبة بتسعى إلى أن هي تبقى فيها روح انفتاح، طبعا لأنه المكتبة القديمة أصلا كانت معمولة بهذه الروح، يعني كان أي حد بيجي، لدرجة أنه كانوا لما الكتب التي كانت تكون هذه المكتبة، وكانت فيها حوالي ما بين 800 إلى 900 ألف كتاب في المكتبة القديمة، كانت بتتم من خلال السفن التي تأتي إلى مدينة الأسكندرية، كان يؤخذ منها الكتب ويتم نسخها، ثم تعاد هذه الكتب إلى السفن مرة أخرى، إلى أصحابها في السفن مرة أخرى. مكتبة الأسكندرية يعني ليها سمعة الناس بتثق فيها، فبالتالي بتديها مجموعة من الإهداءات من مجموعات الخاصة الشخصية بتاعتهم. عندنا أكثر من 52 مجموعة خاصة بتحمل أسماء أبرز الشخصيات المصرية. من أبرز الحاجات اللي موجودة عندنا مثلا نسختين من كتاب وصف مصر موجودين في مكتبة الأسكندرية للاطلاع، بالإضافة لأوائل المطبوعات. لمكتبة الأسكندرية شركات دولية عديدة موجودة، كان لقراءة التكنولوجيا المعلومات نصيب منها. فعلى سبيل المثال احدها شركات مع سيمسونج في الولايات المتحده الامريكيه في موسوعة الحياه، وديت بتشتمل قاعده بيانات كبيره لكل الكائنات الحيه اللي موجوده على الارض. لينا شغل على تعاونات ما بيننا وبين مكتبه الكونجرس، ما بيننا وبين الارشيف البريطاني، ما بيننا وبين المركز العلمي للبحث العلمي في فرنسا. عندنا كمان شراكة مع ديجيتال ماركتينج انستيتيوت في ايرلندا لشهادة عن التسويق الرقمي، ودي برضو من الحاجات اللي احنا بنتميز بيها. المكتبة فعلا بتدعم مكانة مصر بقوة شديدة جدا. يكفي فقط ان انا اشير الى عدد الزائرين للمكتبة في كل يوم، اللي بيدخل المكتبة، عدد الناس اللي بيدخلوا المكتبة في يوميا، يعني داخل يعني احنا بيدخل المكتبة يوميا ما بين 1500 و 2500 فرد، بيبقى فيهم اطفال وبما فيهم شباب، واحنا عندنا احصاءات يومية للمكتبة بيدخلها كل يوم من الاجانب ما بين 400 الى 600 700، يعني لو ناخد المتوسط هيطلع تقريبا 500-550 كل يوم من الأجانب بيدخلوا المكتبة حتى الآن، يعني لم يحدث حتى أي تغيير في عدد الأجانب. فالمكتبة أصبحت مقصد ثقافي، وهي عندما أنشئت لم تكن مقصود من نشأتها أنها تبقى مقصد ثقافي، كان مقصود من نشأتها أنها تبقى مؤسسة لإنتاج ثقافة رفيعة، ثقافة تؤكد على فكرة الفكر المنفتح، الفكر المتعدد، الفكر المتسامح. وهي أثبتت خلال الفترة دي كلها أن مصر بتصدر للعالم هذا النوع من الفكر. هي صرح كبير جدا يجب أن نفخر به جميعا، زي ما تابعنا مع حضراتكم خلال هذا التقرير فكرة العدد الكم الهائل من الزائرين لمكتبة الإسكندرية، إن كان من المواطنين المصريين أو حتى الأجانب. ده مش من فراغ، بل لأنه المكتبة بتقدم الحقيقة فعاليات وأنشطة وخدمات مختلفة، إن كان معارض دائمة، متاحف فنية، حتى مركز أو مراكز حياة مختلفة كمان للدراسات الأكاديمية. وأعتقد كمان من أهم النقاط أو من أهم الخدمات اللي بتقدمها مكتبة الإسكندرية فكرة إنها مؤهلة ومهيئة
انه يستخدمها ذوي الهمم، لانه زي ما تابعنا مع حضراتكم في كمان خدمات، اولا الكتب الرقميه، ايضا كمان الخدمات السمعيه والبصريه، فدي نقطه مهمه جدا لانها بتسهل حتى على ذوي الهمم ان هم يقدروا يطلعوا ويقدروا ان هم كمان يوسعوا دائره معرفتهم ويكونوا كمان حاضرين ومندمجين في كل الفعاليات والانشطه دي يا شاسل. صحيح، زي ما بنقول كده بتعتبر مكتبه اسكندريه ميدان مفتوح للبحث. صحيح. العلمي، وكمان منبع لأهم الحقائق التي تم اكتشافها في الكون منذ مئات السنين. الأهم في الموضوع في مكتبة اسكندرية أن هي فيها تنوع في المحتوى، زي ما كانت جمانة بتتكلم في الفعاليات المختلفة، ومن ضمن التنوع اللي موجود في مكتبة الإسكندرية أنه في مكتبة للطفل داخل مكتبة الإسكندرية. هي لما عرفت عن الموضوع ده وقرأت عنه، أهميته بتكمن في أنه بيقدم أدب للطفل بشكل مبسط ومفصل ويناسب الأطفال في هذا العصر. مش بس كده، ده في ندوات وفي ورش عمل وفي عروض فنية ومسرحية، وفي كمان جانب آخر لأولياء الأمور للتعامل مع الأطفال. ففي الحقيقة أنا بنصح كل المديرين في المدارس، مديرين الإدارات التعليمية، أن هم يحطوا ضمن البرنامج بتاعهم السنوي، بيكون فيه برامج كده للرحلات الثقافية والترفيهية بالنسبة للأطفال، يحطوا مكتبة الإسكندرية ضمن هذا الجدول.